صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أصابته جنابة وهو لابس جوربين، ثم أراد أن يتوضأ ليأكل، فهل له أن يمسح على الجوربين؟ يتوضأ إيش؟ يقول أحسن إليك: ثم أراد أن يتوضأ ليأكل، فهل يجوز له أن يمسح على الجوربين؟ لا، المسح على الجوربين في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا مسح، لا يمسح على الجوربين. نعم.